هو شفت بيبي صدر على ويدت في قصيبته وبرلمت كلام تخافي شغرمة وقلت لي حلالية وقال لك بأننا قلت لي مغيتش يكا ويد كلية ريحان كل يطلق مني وحن حلو الباب وشي قلت يا بابا قلت لي هذا الشيء يكو وشي جري ودعا الطبيب لما ولده وجا حلي سروال حتى وسروال تلي تعوني سيدي من حلي سروال كده يلقى الشيء قل لك تاني قل لي نقول للبابا شوف كاميرا قل لي نقول للبابا حتى شي حاجة ما قال لك صافي قال لك البابا صافي بقى قال لك والو صافي ها قال لك انا طاش اش قال لك قال لي واش نشارك بما قلت له لم شاهد بابا خفتي بكيتي تما بكيتي هو من قال لك حد يسروالك ما طلبتيش ما قلتيش لي يا عمي هادي ها ما طلبتيش ما قلتيش لي يا عمي الا ما ديتش لي شي حاجه هادي ما طلبتي ما والو ها قلت لي بعد مني واش قال لك هو لا قولي قول ما تخافيش قولي قولي تكلمي ما تخافيش اش قال لك من قال لك هذا قلتي لي يا عمي ما تقربش اش قال لك وراني في التليفون قال لي ما ندير لك حاجه زيدي عندك حتى حاجه زيدي قال لي وراني هذاك الشيء في التليفون قال لي نورك في التليفون قال لي ما تخافيش وراك القباحه في التليفون لا يا اختي الحق الاخ ديالي تنطلب من القانون ياخذ لي حقي من هذا السيد هذا ياخذ لي حقي لبنتي اللي تعدى على هذا السيد هذا في هذا الشهر هذا شهر الغفران شهر رمضان اللي خلاني انا والزوجه ديالي عايشين في واحد المأساه بكوه كبيره يعني ما بقاش العيشه اللي كنا عايشين بخير انا وليداتي يعني العيشه ديالنا تقلبت في جحيم يعني ما عشان نفسرك ما يعني ولات تبدلات ولات حتى في العمل ديالي ريحت من العمل ديالي انا اسبوع دابا ما تزوجت العمل يعني حتى العمل بقاش مشيت ليه ولكن انا الشيء الكبير تطلب من القانون ياخذ لي حقي من هذا السيد ارتجال البنت ديالي القصيره اللي تعدى لان يعني انا عمرني عشت هذا الشيء لا في عائلتي عمرني سمعت هذا الشيء ما يعني ما كنتش منتظره واللي تنطلب منه وتنطلب من القانون ياخذ لي حقي ونطلب من ان شاء الله هذا الشيء اللي يكون محمد السادس ان شاء الله تو طالب لي من هذا الحق ديالي ياخذ لي حقي من هذا السيد هذا المجرم هذا هذا الشيء اللي تنطالب الاخ ديالي بنتي صغيره لها 8 سنين ما غنسمحش للوحش حتى شحال انا يا بنتي بناتي عزاز عليا بزاف وما تيخرجوا ما والو بناتي اصلا ما تيخرجوش للزنقه انا ما نسمحش ليه انا ما غنسمحش لهذا الراجل انا ما نسمحش ليه انا اللي ما خداوش ليا منه حقي انا ما عرفتش انا غنمشي ناخذ حقي ولا ما عرفتش غندير انا صافي انا مرضت حيت بنتي يلا 8 سنين صغيره وعبتي دي مرتو ما تتحيدش من عندي في الدار كتدخل عندي للدار كتجلس معايا في الدار وديك النهار هزيت 3 دراهم انا السباب طايزهم 3 دراهم هزيت ديك 3 دراهم وطايزها اليوم هزيت ديك 3 دراهم وطايزها اليوم مشيت قررت شريت بيمو سمع الدري سيبكي قدام باب مشيت دخلت عنده هذيك الوليد دخلت قسمت لي البيمو وعطاتو منو ياكل وشد الباب وصورته على بنتي وديك اللحظه اللي صورت الباب على بنتي انا غياده شدني الوجع في بوطي وقلت لاختي عتقيني جاني الوجع ديك الساعه بنتي كتغوص كتقول لي ماما عتقيني وانا ما سمعت والو ما شفتهاش شدو صورت على الباب ودخلها لبيت نعس وفرش المانطا وكتغوت تقول لي عتقيني ريحان عتقيني اختي ريحان حيت ريحان اختها معاها ود الحرام تكرفص عليها ولك الحمد لله جات طريفه ويعني تعرى عليها والدريه شافت داك الشيء مرضت ولات مريضه وجات كتجرى من بغات تخرج تسد عليها الباب قال لها قولي لي دابا واش بابا كتقوليها لي ولا لا
قالت لي لا ما غنقولهاش لبابا عمي حيت تقول لي عمي اطلقني يا عمي انا ما غنقولهاش لبابا وطلقها وجات كتجري من جات كتدق مسكينه سخفت حدا الباب يعني دخلنا الدريه سخفانه حدا الباب كلها اش من خبار جاتني انا باش عيط ليا في السينما وسقطت في الولفه وكنغوت اجري لها بيزي كلها مشرقه وجهي كليتو وبيجامتي قطعتها كنت عرض ليا انا وتعدى ليا انا ودار ليا تشان ومن روج ليا البنت انا ما نسمعش ليا انا ما خديتوش ليا حقي انا ما عرفتش فين انا وصل وانا اللي جابوه قدامي نقتله اللي جابوه قدامي وشفته نقتله بنتي صغيرة وانا مسكينة جدارت شنو جارت لي هاد الوحش وشد الباب وسدو قالها وش تقولها لبابا كل اللي قالت لي لا عمي عزك تقول لي يا عمي ما نقولوش لبابا صافي هو يطلقها في الجاز كتغوط طاحت لينا قدام الباب دخلها باباها قلبها الحمد لله بعدا كان راجلي مني ما دارش فيه شي جريمة كرهو في الحبس والدرية مشردة وكنطلب منكم تاخذوا لي حقي منو كنطلب منكم تاخذوا حيت ما خديتوش لي حقي منو غناخذوا بوحدي صافي هادشي اللي غناخذوا بوحدي بطريقه ديال الموس حيت انا كنت في الدار غنمشي نهز موس وغندبحو حيت وحش 8 سنين يعني راه وحش ماشي بنادم انا كنهضر معكم دابا كل اللي كنت صافي ولينا مأزمين في الدار كلشي مأزم الدري مأزم الدريات مأزمين ما تناكلوا ما والو يعني مرضنا بزاف وهذا الشيء اثر علينا بزاف كنتمنى تعاونوني والله انا مرض ما نسمعش هذا الراجل تهدى ليا على بنتي وتيقول لي انا نطق الفلوس مرتو كتعيط وليا نطق الفلوس شحال مغازي ديال الفلوس وضم زور قاضيه وسكتو شنو هي نسكتو نخليو بنتنا مسكنه تضيع ولد دابا كتغوت بوحدها مره كتقول واه بوحدها يعني صافي داك الشيء عمرو ما يتنسى لينا انا تنعس يجيني عمرو ما غيتنسى يعني عمرو مسكينه كتغوت اعتقني ما لقاتش بنتي اللي اعتقها ما لقاتش اللي اعتقها وكان غيشد الكبيره يكمل وغيدوز للصغيره وربي كبير الحمد لله والزرع اللي تياكل عندنا والوليدات ولادو اللي كياكلوا عندي ومال ليالي في ولادو ومرتو كتجي متحيتش من عندي كتاكل عندي هذاك الشيء اللي خلاه ما طاصبش ليا الدريه الصغيره وانا ما غنسمحش لهذا الراجل ما غنسمحش ليه اللي ما خديتوش ليا حقي انا غناخذو بوحدي احنا زعما صراحه داك النهار تصدمنا بزاف ما تقبلناش هذاك الواقع اللي وقع بحال هكاك وهاد الناس ما مدايريش معاهم شي حاجه اللي خايبه يعني كانت مشاده لوليداتها لمده عامين وهي شاده لوليداتها مهليه فيهم تياكلوا تيشربوا عندها يعني ما مدايراش معاهم شي حاجه اللي خايبه باش غادي يتكرفص لها بحال هكا على وليداتها ما صراحه ما كناش كنتوقعوها منه وحتى المراه ديالو زعما ما كناش كنتوقعوها يعني كتقول لك لا كذبتوا على راجلي ودرتوا عليه بحال هكا ودارت ليه محامي زعما صراحه داك السيد ما خاصوش محامي خاصو يتعاقب اشد العقوبات على هادشي اللي دار لهاد البنيتات اللي صراحه ولاو معقدين بزاف ولاو تيغوتوا ولا مابقاوش كينعسوا مزيان يعني ولاو فواحد الحاله يرتالها وهادشي ما كنتمناوش يوقع لحتى شي واحد وكاع الناس اللي عندهم وليدات بحال هكا راه غيحسوا بهاد الام وشنو طاري عليها دابا وباش كتحس ملي كتشوف ولادها بحال هكا الله ياخذ فيهم الحق هادشي اللي غادي نقول لك اخويا الله ياخذ فيهم الحق حصريا على موقعنا هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان إشهار لسلع آلات ماكينات تريد الترويج لها هل لديك دورة تدريبية ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك فتختار الزمن المنطقة المدة التي تناسبه نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج حصريا على موقعنا هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن المنطقة المدة التي تناسبه نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج حصريا على موقعنا
هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.